شكرا لك. الآن ننتقل إلى دينامو نجيب القحطاني اللي ما شاء الله عليك اليوم يغطي لنا مكان مهم موجود عندنا في الكويت. صباحك ورد يا نجيب. صباح الخير عبد الرضا. صباح الخير يعني زملائي في الاستديو، كل من يشاهدنا على الشاشة الفضائية وغادة، وكل من يشاهدنا من المشاهدين الكرام في برنامج صباح الخير. لكن مثل احنا ما عودناكم زميل عبد الرضا، احنا موجودين في اماكن كثيرة، لكن احنا اليوم موجودين في مكان يعني مهم جدا، وهو مركز قرب مشرف التابع للإدارة العامة للجنسية والجوازات، والكل يعرف في توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخل الشيخ خالد الجراح الصباح، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازل جراح الصباح، تم البدء بصرف الجوازات الكويتية، وهذه الجوازات الكويتية هي جوازات مهمة جدا وإلكترونية، لكن احنا ودنا نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. معنا المقدم عبد الله محمد العمهوج، مدير إدارة وثائق السفر الكويتية في الإدارة العامة للجنسية والجوازات. المقدم عبد الله يعطيك العافية، وصبحك الله بالخير. احنا اليوم موجودين في مركز غرب مشرف، هذا المركز تابع حق محافظة حوالي، لكن عندكم مراكز أخرى موجودة، ودنا نتكلم عن يعني طريقة صرف الجوازات الكويتية الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا في الإدارة العامة للجنسية والجوازات خصصنا 6 مراكز مواقع لاستقبال جواز الصرف الإلكتروني، موزعين على 6 محافظات. مثل ما انتم شايفين اليوم احنا في محافظة حولي قاعدين نستقبل طلبات إصدار الجواز الإلكتروني للي منتهين جوازاتهم، واللي يبي يصدر جوازه أول مرة، واللي في جوازاتهم اقل من سنه. نعم، نقدر نعرف شنو هي الطلبات اللي محتاجها المواطن او المواطنه لاستخراج هذا الجواز؟ طبعا نحتاج البطاقه المدنيه الاصليه في جميع المعاملات، حضور صاحب الشان اللي اعمارهم من 12 سنه وفوق، هذه الطلبات الاساسيه. مع اللي يبي يجدد جوازه نحتاج الجواز. نعم، الجواز حسب ما احنا عرفنا انه في مواصفات متميزه وصعب يعني التزوير في هذا الجواز، ودنا نتكلم عن هالمواصفات اللي موجوده في الجواز. طبعا الجواز انا جايب اوري الساده المشاهدين، هذا الجواز الالكتروني. الجواز الالكتروني يتميز انه فيه تشيب، هذا الشعار هو شعار دولي لاي جواز يحمل التشيب في داخله. طبعا يتميز ان صفحه البيانات في الجواز تكون نفسها موجوده داخل تشيب، لا سمح الله ان في احد يحاول يزور الجواز ان يقدرون يطابقون بين البيانات هذه ويا التشيب اللي موجود في الجواز. نعم، مقدم عبد الله، نرجع نتكلم عن البصمه، هل يحتاج المواطن او المواطنه بصمه اللي فوق 12 سنه او تحت 12 سنه؟ من عمر 12 سنة نحتاج حضور صاحب الشأن، سواء يعني إذا كان عمره أقل من 21 لازم حضور ولي أمره مع يعني الشخص. نحتاج البصمة العشرية للأصابع، لأن الجواز الإلكتروني يحمل في داخله التشيب فيه البصمة والتوقيع الإلكتروني، يعني لازم يبصم المواطن على أساس أنه يقدر يستلم هذا الجواز. أي نعم. لو نتكلم عن طريقة استبدال الجواز الجديد القديم بالجديد، في عنده رقم تسلسل أو رقم تسلسل موجود، هل يتغير هذا الرقم من هذا الجواز إلى هذا الجواز الثاني؟ إيه طبعا، كل جواز كل ما المواطن يجدد جوازه ياخذ سيريال رقم جديد، سيريال نمبر جديد للجواز. أما الرقم المدني يكون ثابت في جميع الجوازات. البعض عندهم وكالة أو حكم حضانة أو مثلا عندهم وكالات، شنو الإجراءات اللي تتخذونها في هذا الشيء؟ طبعا احنا في الإدارة العامة الجنسية في منطقة الضجيج نستقبل الحالات الخاصة مثل فقدان الجواز والجوازات التالفة، واللي صدر اشخاص اللي صدر حقهم احكام قضائية او احكام حضانة. صلاحية الجواز لمن فوق 30 ولمن تحت 30؟ صلاحية الجواز اللي عمره فوق 30 سنة لا الخيار انه ياخذ الجواز في صلاحية 5 سنوات او 10 سنوات. اما اللي اقل من 30 سنة فالمدة ثابتة 5 سنوات. يدفع مبلغ معين مثلا؟ اي طبعا، رسوم نفسها السابقة، 3 دنانير لمدة 5 سنوات و6 دنانير لمدة 10 سنوات. نعم، احنا شو عندكم ما شاء الله غرفة الاستديو موجودة هني اللي صورته مثلا معدلة او مواضحة او قياسها معدل، ما شاء الله الغرفة موجودة هنا يقدر يصور وتعطونا الصورة مباشرة. طبعا احنا في السابق واجهنا مشاكل مع المواطنين اللي مو عارفين مواصفات العالمية للصورة، فإذا حضر عندنا الشخص على أساس لا يتعطل نقول له والله هاي الصورة مو مطابقة، فنقول له تفضل عندنا بالاستديو على أساس نسهل عملية استخراج الجواز. هذا تسهل على العملية. اي نعم. لكن في عندكم ميزة أهم من حلوة، أنك لما أدش أنا أسوي جوازي وأنا في الإجراءات يجيني مسج ترى جوازك لا يزال في قيد العمل، من ينتهي الجواز يجيك مسج ترى جوازك انتهى وتعال استلمه، او اذا حد استلمه عنك
هم انت تسجلون اسمه. صحيح. في البدايه هم ثلاث رسائل. اذا تقدم المواطن في اصدار الجواز ونقبل طلب ماله يوصل له مسج، واذا وصل الجواز وكان جاهز التسليم هم يوصل له المسج، على اساس احنا ما نبي بعد بالسابق يجونا يقول ها جوازي خلاص ما خلاص، فما نخلي المواطن يراجع اكثر من مره، فتي الرساله اللي عنده ويقول له الجواز جاهز. واذا حد استلم عنه الجواز مثلا زوجته او اخوه او كذا، يجي له مسج ترى الجواز استلم فلان الفلاني؟ اي نعم، يوصل مسج في اسم الشخص المستلم للجواز. اذا ارسل يعني استلم الجواز مع المندوب او مع السائق. احنا دائما ودنا يعني سهل على جميع المواطنين والمواطنات انه يعني استلام جوازك. شنو ودك بتقول مثلا انت عندكم 5 مراكز او 6 مراكز موزعه في جميع المحافظات، ايش كثر يستغرق مده الجواز من دخولك الى انهاء معاملتك تقريبا؟ يعني بالكثير عشر دقائق، لان احنا في البدايه الحين نحتاج البصمه والتوقيع الالكتروني، فهذا شوي ياخذ وقت، يعني المده ما تطول. حاليا قاعدين نسلم الجوازات خلال 2 بالكثير 3 ايام. ندعو يعني السادة المشاهدين قبل فترة الصيف يتقدمون لنا، لأن في فترة الصيف وقت ذروة وفيها طلبات تكون زايدة وممكن المدة تزيد. نعم. البعض يقول لك والله مقدم عبد الله يقول لك والله أبي أنا باشر أسافر، أبي أخلص جوازي اليوم، وهذا صعبة. أنت شوف جوازك مثلا إذا مدة راح تنتهي وتعال قبلها فترة، مو أفضل؟ اي نعم، هذا اللي احنا ندعو له. يعني الحين حاليا الفترة قصيرة لاستلام الجواز، أفضل من فترة الصيف. نعم. نصيحة لكل مواطن ومواطنة لحد الآن ما سوى جوازه ولا استلم الجواز الإلكتروني، شنو ودك تقول لهم؟ يعني احنا في البداية أول ما بدينا استقبال الطلبات كنا مخصصين فترة من 6 أشهر اللي فيه جوازه، أقل من 6 أشهر ونازل. حاليا لأن شفنا الإقبال شوي ضعيف زدنا هذه الفترة وخليناها لمدة سنة، فيعني اللي الجوازة فيه أقل، للناس اللي يسمعوني في جوازة أقل من سنة يقدر يتقدم لنا في المراكز 6 الموزعين على المحافظات ويجدد جوازة ويجهز نفسه حق الصيف إن شاء الله. ويكون فترة العمل إيش كثر؟ عملكم من الساعة كم للساعة كم؟ في عندكم فترة مسائية؟ لا احنا حاليا في نداوم في الفترة الصباحية دوام الرسمي من الأحد للخميس. ضفنا إليها يوم السبت هم من الساعة 9 إلى الساعة 2 الظهر. أنا بس ودي أود ويمكن معلومة للمواطنين اللي يشاهدون الآن، الجواز الحلو فيه إنه ما شاء الله في جميع صور معالم الكويت، يعني في جميع معالم الكويت والمعالم التراثية كذلك الموجودة. هذه كلها طبعا سمات أمنية في الجواز، هي يعني شكلها حلو، وهم بالإضافة إلى ذلك سمات أمنية تعتبر. يعطيك العافية المقدم عبد الله محمد العمهوج مدير إدارة وثائق السفر الكويتية في إدارة الجوازات ووزارة الداخلية، يعطيك العافية، عساك على القوة، نقول لك شكرا جزيلا. سلمك، يعافيك وحياكم الله. مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر مركز مشرف غرب مشرف، ويعني انتهاء الجوازات اللي جوازه يعني انتهى والباقي له سنه، يهري ويخلص معاملته خلال 10 دقائق او اقل من 10 دقائق يكون ان شاء الله المعامله خالصه، وخلال 3 ايام الى 4 ايام يقدر يستلم الجواز الكويتي الجديد الالكتروني. عبد الرضا لك الهواء، تفضل. عساهم على القوه طبعا رجال داخليه، وشكرا لك يا زميل نجيب، يعطيك الف عافيه.